المستمعين اللي عندكم ريبوندر نجمو تخليو فيه مساج كيما تحبوا، نجمو تعطيونا رايكم، نجمو تنقدونا، نجمو تقترحوا علينا حاجات كيف التاكسيستية اللي يحبوا يخليو لنا زيدة ترايب صارت عليهم مش بعد احنا نجمو نتصلوا بهم ونسجلوهم، ينجمو يطلبونا على ريبوندر متاعنا اللي هو 71-194-194 وينزلوا على 3 ويخليو المساج متاعهم، واحنا ابتداء من هذا الاثنين نعديو لكم بيان سور المساجات متاعكم اللي يجيونا. فتحي مسلميني قال لك الشيء هذي قوي عليا وسمعوني شنو هو. نقشة فتوح، ادخلوا على الباج فيسبوك راديو إيا فام وشوفوا فتحي في الديريك تي بيبيلكم وزيدي ينقش لكم من فوق. كل نهار يعرضني الصباح، أيوة ما نعرفش يخدم ولا مرتاح، أي ما فماش نهار ما ريتوش، والغريب حسه ما سمعتوش، طولته ديما على جنب ما في بالوش بالعرب، قهوة فلتر وجريدة وباكو دخان وستيلو وقيدة، ساعات يخرج تنهيدة ما تفهمش معناها، لو كان يعاودها ممكن تخرج روحه معاه، نخدم ونروح نلقاه في نفس البوزيسيون، ورد بالك تكلمه أتنسيون، كان اللي يتعدى ويسلم عليه يستحيل كان يمد له يديه، كل نهار نقول خليه ينبركشو، من بعد نقول بالكش ينغشو، صدقوني وين الراهن حير، محسوب كان تكلموش باش يصير، من بعد نقول اختاني فك عليه. مشيش يقول لي دخلك فيها. مرة كان قاعد كسر كاس وخرج، قلت هذا يظهر لي خج، عمل دورة ورجع قعد عادي جدا ما كلمو حد، حتى الأولاد قلت لهم شبيه قالوا لي بربي ايش عندك فيه، قلت لهم به يحكيوا لي عليه، قالوا لي اطلب اللطف وقول ربي يهديه. كي سمعت كلامهم تنهمشت، ووقتها وين زدت كبشت، مالكش محتاج وما عندوش، نقفوا معاه علاش ما نرحموش، زعما تقطعت الرحمة من البلاد، ما هو لعبت كي لعبات، وبديت نقرب لطولته بشوية بشوية، وأنا بين روحي قول زعما حسبية، جاني القهواجي وشوشلي في وذني، قلت باهي سمعتك بعدني، قال لي ننصحك ما تكلموش، اللي كيفه راه ما يتعاشروش، مشيت له قلت له النجم نعاونوك، قال لي برا بعدني يرحم بوك. قلت وصلي على النبي ولا على البليس، قال لي عملت على اللص يا اخي تخلت تريس، السيد طلع بولع مايل ومغروم كرسي الزوايا، السيد طلع ما يسوى شيء، طلع اكبر قمارجي في الحي.